بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 2 لكتشاب 2-3. شوف نحل اليوم سامبل بروبلم 2-1. في هذا المثال يقول لك two force P and Q act on a bolt at A، يعني تأثر عند النقط عند البولت أو المسمار A. المطلوب هو محصلة هذه القوى. أولا نبدأ بطريقة الرسم استخدام متوازي الأضلاع زي ما أنتم شايفين هنا. هنا ما دام طريقة الرسم فإحنا حنقيس هذه المتجهات. عندي هنا 40 نيوتن، ناخذها مثلا 40 سنتيمتر عندي على المسطرة ونقيس هذه المسافة 40 مثلا هنا على المسطرة. طبعا تميل بزاوية كام؟ تميل بزاوية 20، نحط هنا 20 بالمنقلة. نفس الشيء بالنسبة للكيو 60، تميل بزاوية كام؟ تميل بزاوية 20 زائد 25 45، ونحط الكيو مباشرة بالمسطرة. نكمل متوازي أضلاع ونشوف الدياغونال اللي هو المحصلة R، نقيسه بالمسطرة من جديد، تجينا القيمة 98 سنتيمتر. طبعا نحط النيوتن. هنا الزاوية ألفا نقيسها بالمنقلة تجينا 35. نفس المقاييس اللي كان عندي من شوية، بس هلا ودي نستخدم التريانجل رول. عند نهاية، لاحظ هنا يقول لك تيب تو تول، يعني عند نهاية البي ابدأ ترسم الكيو، وصل من عند آخر أول نقطة إلى آخر نقطة، وقيس المسافة هذه الآر قيمتها 98، قيس الألفا بالمنقلة تجي 35. هذا اللي هي طرق الرسم. هلا ودنا نشوف الطرق الحسابية. نستخدم تراياغونومتريك سوليوشن، نستخدم اللو أوف كوساين، نستخدم القانون هذا القانون المشهور. البي هذه كوساين بي، هنا عندي أشياء كوساين بي. البي هي هذه الزاوية اللي ما بين نهاية البي وبداية الكيو، هتكون إيش؟ كيف نحسبها هذه؟ أنا عارف إنه لو مدينا هذا الخط هذه هي البي أصلاً، صح؟ وهذه زاوية 25. طب إيش المكملة لها؟ هذه الزاوية كم تساوي؟ هنا اللي هي 180 ناقص 25 وتساوي 155 اللي هي البي. كل شيء معلوم هنا. ناخذ الار تساوي 98. هلا باقي علينا بس نعرف ايش الزاوية الفا هذا. نستخدم لو اوف ساينس. عندي ساين اي، الاي ايش المقابل لها؟ الكيو، نقسمها عليها تساوي ساين بي على كم؟ على الار. ساين بي المقابل لها هو الار، كله معروف الا ساين اي هذه ما هي معروفة. نروح نحسبها تجينا كم؟ 15 دي الاي. طب ايش هي ال 15 هذه؟ الاي هذه هي هذه الجزئيه بس، لكن انا مطلوب مني اللي هو الزاويه الفا، اللي هو الزاويه اللي يميلها الخط الازرق هنا عن الاكس اكسس. اذا هذه تساوي قيمه الالفا، هذه تساوي الاي زائد ال 20 اللي عندي هنا، الاي زائد 20، والنتيجه اللي هي 35.